طفل يقف على البحر وينتظر شيئا، تمثل كثير من الناس الباحثين عن ملاذ آمن نتيجة للظروف الصعبة والصراعات الكثيرة. فيقف هذا الطفل، صورته حقيقية جدا راح تكون، وظله يمتد على شاطئ البحر. فكرة الظلال اجتني لما استخدمت خامة الرمل، فأصبح على اللوحة كأنه جدار حقيقي، والجدار لا يرسم عليه إلا ظل. رسوماتي مسالمة وهادئة، ولكن تعبر عن معاناة الشعوب المظلومة، الشعوب المهجرة، الناس اللي بيعانوا من جراء ظلم ما. بحاول قدر الإمكان إني أعمل أشياء جديدة وأبتكر وأغير في الفن، ما بحب الشغلات الروتينية. وفعلا أعمالي أغلبها بخامات مختلفة وأساليب مختلفة، ومواضيعي إنسانية وتتعلق بأوضاعنا وظروف الناس فعلا، وبهتم بمشاكل العالم ككل. يعني بحب يكون هناك عدل، بحب يكون هناك بعد عن ظلم الإنسانية. من الأشياء النادرة جيراني قصوا شجرة لوز ورموا الخشب جنب بيتي يعني، فشفته أنا فاستخدمته وعملت منه قطعة فراغية نحتية معناها فعلا رسم طائر صغير يعني ما يمثل أسلحة الدمار، كلها موجهة نحو هذا الطائر، دليل على أنه فعلا أغلب الحروب تكون ضد الضعفاء، وهذا هو احتجاجي.